أقامت مكتبة الأطفال العمومية في اللاذقية احتفاليتها السنوية بمناسبة يوم الطفل العالمي. اليوم العالمي للطفل هو يوم مهم جدا ولازم نوقف عنده ولازم نعطي فكرة أنه نحن مهتمين في الطفل، لأنه الطفل دائما هو أساس المجتمع، أساس تطور المجتمع، أساس إعادة اللحمة للمجتمع السوري. من الطفل نبدأ وبالتالي ننتهي بالمجتمع ككل. من هذا المنطلق كان لابد اليوم نحن كمؤسسة مبدعون من أجل وطن ببحثنا عن الحالات الإبداعية عند الأطفال وتنمية الحالات الإبداعية، وكان الشريك الأساسي والمهم اللي نحن كثير نحترمه من جل عمله اللي هي المكتبة العمومية للأطفال. حقيقة هذا التوافق أو هذا التعافق اللي إن شاء الله يتمخض عنه مذكرة التفاهم للتعاون في البحث عن الحالات الإبداعية ورعاية الحالات الإبداعية عند الأطفال، هذا كان هو الهدف الأساسي لفعاليتنا اليوم. فعاليتنا هي بمناسبة اليوم العالمي للطفل، طبعا بالتشاركية مع مؤسسة مبدعون من أجل الوطن. الفعالية مقامة اليوم لأبناء الشهداء وأطفال أصحاب المواهب من رواد مكتبة الأطفال العمومية، وإن شاء الله هي بادرة تعاون مشترك ما بيننا وما بين المؤسسة في المستقبل من أجل دعم وتطوير كل المواهب والمهارات والكفاءات الموجودة لدى الأطفال الموجودة ضمن محافظة اللاذقية. الاحتفالية تضمنت نشاطات فنية وموسيقية وترفيهية للأطفال تهدف من خلالها دعم الحالات الإبداعية للأطفال لبناء جيل مثقف. مكتبة الأطفال لها فضل كبير على أولادنا، والحقيقة هي حتى خلتنا احنا نصير متطوعين ونشارك بأنشطة، ومتعودين دائما أنشطة المكتبة مميزة وفي لها طابع مميز، لهيك أي شيء أو أي عنوان بيحمل توقيع الاحتفالية بتحمل توقيع المكتبة، فنحن دائما مبادرين ومتشجعين لأنه راح يكون أكيد في شيء فيه وصمة مميزة، والحقيقة البوادر الأولى الابتسامة الحلوة على وجه الأطفال والشغلات اللطيفة دائما تطلع من المكتبة، فنحن دائما بنكون متحمسين وجايين على العمياني لما بيكون في شيء له علاقة بمكتبة الأطفال يعني. وجود الطفل بهي المكتبة، النشاطات اللي عم بيقوم فيها بتبني شخصيته، بتعزز ثقته نفسه، بتعطينا كلياتنا طاقه تفاؤل وقت بنشوف اولادنا عم يقوموا بنشاطات بهي المكتبه، سواء بقراءه القصص، بالتفاعل مع الاطفال الاخرين، بالنشاطات المختلفه، حتى بهذا اليوم تحديدا اللقاءات بين الاطفال بتعمل هذا الجو، جو الفرح، جو التفاؤل، بتعطي طاقات ايجابيه للاطفال، وهذا الشيء اكيد بينعكس على الاهالي. هي الاحتفاليه انا اولادي بينطروها كل سنه، نحن هي ثالث سنه بنشارك فيها، وهذا اليوم بيعني لهم كثير. هلا اليوم الصبح انه نحن يوم الطفل العالمي، يعني حتى بصيروا انه ماما اليوم نحن بدنا نشارك فيه، نحن بنعرف حالنا، بدنا نرسم، بدنا نلعب، بدهم يعملوا كل نشاطاتهم وكل حقوقهم، بيقولوا لي نحن لازم ننفذها بهذا اليوم. انا جاي لحتى القي شعر واتسلى، اليوم جاي لحتى شارك بنشاط يوم الطفل العالمي، كتير انا كنت كتير مبسوط، وهلا عم نسوي بطاقه للطفوله السعيده وعم نلونها وبدنا نحط عليها زينه. شارك بنشاط الطفل العالمي من أول ما كنت صغير أنا وبيجي على المكتبة، كتير حلوة وكتير فيها فائدة وتعليم. الطفل السوري المؤمن بالحياة والغد المشرق يثبت دوما أنه قادر على صنع شيء للمستقبل، وهو العنصر الأساسي والفعال فيه.